بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب المرحلة الأولى شلونكم؟ كل عام وانتم بخير إن شاء الله، عام الموفقية والنجاح. نكمل محاضرات الثوراكس بالنسبة للفصل الثاني. اليوم راح ناخذ لكتشر 5. اليوم موضوعنا راح يكون عن البريست والثايموس والأورتة والسوبيريور فينا كافا. تلاحظون هنا بالنسبة للأوبجيكتيفز ناخذ الديتيلز اوف ذا بريست، سيرفيس اناتومي، ستراكشر، البلاد سبلاي اند نيرف سبلاي، الثايموس كذلك بلاد سبلاي وستراكشر، والأورتة والسوبيريور فينا كافا. نجي اليوم ناخذ البريست. بيرد ستراكشرز located on the anterior thoracic wall in pectoral region. نعم، مثل ما تلاحظون شكل paired structure موجود على ال anterior thoracic wall بال pectoral region، هاي pectoralis muscle. Present in both males and females, more prominent in female. طبعا موجود هو بالmale والfemale، لكن ال more prominent اكثر واضح هو بالfemale. وقت هذا الديفرنس يصير بين الميل والفيميل following puberty after puberty، وراء يسموها مرحلة النضج الثانوي، يصير عندنا الاختلافات بين الميل والفيميل. فيميل breast contain many glands. هنا الفيميلز شنو اللي سبب الانكريز ان سايز بالنسبة للبريست؟ هو وجود الميموري جلانز، هذه الجلانز اللي هي يسموها الحليبية، اللي تفرز الحليب، غدد حليبية. تعريفها اكسسوري جلاند اوف فيميل ريبرودكتيف سيستم، تعتبر من الغدد المساعدة للجينيتال تراكت بالنسبة للفيميل، جهاز تناسلي الأنثوي. الميموري جلاند شو وظيفتها؟ involved in lactation، شيء أكيد إنه هي في عملية إعطاء الحليب للبيبي، lactation عملية الإرضاع. surface anatomy of the breast، magnet located on the anterior thoracic wall، هاي ذكرناها. extends horizontally from lateral border of the sternum to the mid axillary line. هنا بده يحدد البوردرز مالت الهوريزونتال بوردرز، يقول لك من اللاترال بوردر اوف ذا سترنم، نعرف احنا الاسترنم ماخذيه هذا اللاترال بوردر من السترنم الى الميد اكزيلاري لاين. هذني لازم شوي ناخذ فكره عن اللاينز اللي موجوده بالاكزيلا. طبعا الاكزيلا هي الابط، بها 3 لاينز، واحد يكون بالمنتصف يسمونه ميد اكزيلاري، واحد يكون انتيرير للاكزيلا يسمونه انتيرير اكزيلاري، واحد يكون بوستيرير يسمونه بوستيرير اكزيلاري لاين. تفيدنا كلاند ماركس. فهنا بالنسبه للبريست يمتد من اللاترال بوردر اوف ذا سترنم الى الميد اكزيلاري لاين لاترال. زين، فيرتيكالي سبانز بين سكند اند سيكست انتركوستال كارتليج، يحدد هسه البوردرز مالته السوبيريور والانفيريور، يمتد من السكند انتركوستال، خلينا ننتبه عليها هاي مو سكند ريب، سكند انتركوستال كارتليج الى السكس انتركوستال كارتليج، هذه راح تكون البوردر سوبيريور وانفيريور. لايز سوبرفيشالي تو بكتورالس ميجر اند سيراتس انتيريور مصل، وين قاعد هذا البريست؟ قاعد على المصلز اللي هي البكتورالس والسيراتس انتيريور مصل. لا يذكر، يقول لك 2/3 بريست اون بكتورالس ميجر، ثلثين البريست قاعدات على البكتورالس، والثلث الباقي الثيرد راح يكون على السيراتس انتيريور. البريست كومبوزد اوف 2 ريجنز، مين يتكون عندي البريست؟ يتكون من منطقتين، منطقه يسموها السيركولر بادي واكزيلاري تيل. هنا راح اشوف هنا هذا الجزء الاكبر اسمه السيركولار بادي،
وهذا الجزء يسمونه الاكزيلاري تيل. The circular body largest and most prominent part of the breast. Okay, واضح عندنا. Axillary tail, this one, smaller part, okay, runs along inferior lateral edge of pectoralis major towards axillary fossa. يعني هذه ال inferior borders أو inferior edge مال pectoralis major يمشي وياها التيل, sorry, يمشي وياها axillary tail ويوصل إلى هاي المنطقة اللي يسموها axillary fossa. At center of the breast is nipple. هنا أنا بالcenter مال breast راح تجينا الحلمة. Composed mostly of smooth muscle fibers. تكونوا من عضلات منساء. Surrounding the nipple is pigmented area of skin termed areola. داير ما داير surrounding this nipple هاي الفتحة مال الحلمة. Pigmented area يسموها areola. Numerous many sebaceous glands within areola. يقول لك هنا بهاي المجبنتد اريا اللي هي الاريولا اكو عندي خلايا دهنيه sebaceous gland. شنو وظيفة هاي؟ These glands enlarge during pregnancy. اثناء فترة الحمل هذه الخلايا الدهنيه اللي موجوده بالاريولا راح يصير بيها increase in size. ليش؟ secreting oily substance, تفرز مادة دهنية زيتية شو تفيدنا؟ act as a protective lubricant for the nipple. هنا أنا من يصير عندي pregnancy وراها أتوقع شو راح يصير عندي؟ راح يصير عندي birth ولادة الطفل. هذا الطفل راح يسوي sucking little breast أمور ينزل عند الملك يتغذى على صدر أمه. فهنا أنا راح يصير contact between the mouth of the baby وبتوين النبل والأريلة مال البريست. فشو تسوي هاي الأريلة؟ راح تفرز عندها سبيشوس جلاند خلايا دهنية تفرز أولي سبستانس على مدى تقلل الاحتكاك مال السكينج مال البيبي. زين ناخذ الاناتوميكال ستركشر اوف بريست. البريست يتكون من قسمين كومبوزد اوف ماماري جلاندز سراوندينج باي كونكتد تشو ستروما. اذا عندي two composition بالنسبة للبريست. Mammary gland surrounded by connective tissue. إذن عندي glands وعندي connective tissue. نجي على الممري glands اللي قلنا هي الغدد اللي تفرز الحليب. Modified sweat glands هي عبارة عن خلايا عرقية محورة. بالأصل هي خلايا عرقية محورة صارت mammary glands. Consist of series of ducts تحوي قنوات. And secretory lobules وفصوص تقريبا 15 to 20. هنا لو أجي أشوف البروفايل هذا مال البريست هذه هي الducts وهذه هي اللوبيولز الفصوص اللي موجودة. تقريبا عندي بالبريست 15 to 20 لوبيول من هذا. اوكي each lobule كل واحد من هاي اللوبيول consist of many alveoli يتكون من حويصلات كل واحد من اللوبيول. شوفوا هناني هاي هنا مكبرة عندي هذا اللوبيول الواحد ب alveoli trained by single lactiferous duct. هذه كل هالالفيولاي اللي موجودة هنا كلها تنجمع مع بعضها تتغذى بدكت واحد اللي هي يسموها اللاكتيفرس دكت القناة الفارزة للحليب. هذه هي نفسها اللاكتيفرس دكت. These ducts converge at nipple like spokes of wheel. كل هذه الدكت تنجمع مع بعضها وتنحشر بالنبل. فنشوف anteriorly البريست يكون على شكل شون السيامة او المال العجلة مال الدراجة الهوائية تكون السيامة بهالشكل. هذه الدكت تتكونها تصير مثل العجلة مال الدراجة الهوائية. النوع الثاني سهنا اخذنا الجلانز الممري جلانز. النوع الثاني الموجود بالبريست والكونكتيف تشو ستروما.
supporting structure surrounds the mammary glands. هذه هي الماماري جلانز وهاي الدكس مالتها. السراوندنج مالتها راح يكون كونكتيف تيشو supporting حامي لها. has fibrous and fatty component. نفسها من connective tissue بقسمين، قسم fatty tissue اللي هو هذا يسمونه adipose tissue، وقسم fibers الياف موجودة. The fibrous condense form. The fibrous condenses. هنا راح يتكثف الدي هذه الفايبرس بارت الالياف. شو تكون لي؟ تكون لي ليجامنتس يسموها سسبنسر ليجامنتس اوف كوبر. هنا لو اجي على هذا البروفايل اشوف هنا هذه هي اللوبيول وهذه هي اللاكتوفلاس داكت. البريست كله السبورتنج مالته هذا الشكل الاصفر اللي تشوفونه، هذه هي الفايبرز فايبرس كونكتيف تيشو. يصير بيها كوندنسيشن تتكثف على شكل احبال هذه. تثبت البريست بالتشيست بالصدر، هذه يسمونها سسبنسر ليجامنتس الاربطة المثبتة سسبنسر ليجامنتس اوف كوبر. This ligaments have two functions. شنو وظيفته هذا الليجامنت؟ أول شيء attach and secure breast to derms and underlying pectoral fascia. هنا أنا راح يربط البريست بهاي المنطقة اللي هي عبارة عن pectoralis major والفاشا اللي فوقها. ثانيا separate secretory lobules of the breast. هنا من جينا على هذا الشكل اللي كان اللوبيولز راح يعزل واحدة عن الثانية، يسوي مثل الحواجز بيناتهم، هذا الفايبرس تيشو أو السسبنسر ليجامنت، فيسويها معزولة اللوبيولز واحدة عن الثانية. شوفون أنا واضحة عندي أكثر، معزولة اللوبيولز باي فايبرز. أوكي زين، نذكر هسه البكتورال فاشا اللي هي البيس اوف بريست لايز اون بكتورال فاشا. هنا نقول لك هذا البريست البيس مالته هنا وين قاعد؟ قاعد على البكتورال فاشا اللي هي هاي الخط الاحمر. نشوف البيس مال البريست كله قاعد عليها اللي هي عباره عن فلات شيت اوف كونكتيف تيشو اسوشيتد وذ بكتورالس ميجر مسل ممبرين خفيف كفرينج البكتورالس ميجر مصر. زين اتاتشمنت بوينت فور سسبنسري ليجمنت، هو نفسه هاي الفاشا البكتورال فاشا تعتبر شنو؟ تعتبر الاتاتشمنت بوينت مال السسبنسري ليجمنت، راح يتشلب بيها السسبنسري ليجمنت. شوفوا تلاحظون هنا هو احنا ليجمنتس سسبنسري ليجمنتس لان اكثر من واحد نسميه سسبنسري ليجامنتس لان اكثر من واحد. تلاحظون هنا كلها مشلبه بالبكتورال فاشا. زين وير از لاير اوف لوز كونكتيف تيشو. اللوز كونكتيف تيشو يعني يكون شويه اقل تخن لوز بتوين ذا بريست اند بكتورال فاشا. هنا راح يكون اكو فد فرق فد نوع من الكونكتيف تيشو يسمونه لوز كونكتيف تيشو يكون بين البريست وبين الفاشا نفسها. شو يسموه هذا؟ يسموه ريترو ميموري سبيس. نجي هذا البريس كله وهاي الفاشا، اذا بينات راح يكون اكو سبيس اللي هو هذا يسموه ريترو ميموري سبيس او sometimes called بارسا. اوكي بالنسبه للبلد سبلاي اوف ذا بريست، شلون يتغذى عندي البريست؟ كارتيريال سبلاي بدي ميديال ولاترال. بالنسبة للميديال اسبيكت اوف ذا بريست راح يكون عندي الانترنال ثوراسيك او يسمونه انترنال ميموري ارتري اللي هو برانش اوف سبكلافيان ارتري، هذا الميديال بارت خلصنا منه. اللاترال بارت
هنا أنا يقول لك سبلاي باي فور فازلز، اربع شرايين راح تغذي لي اللاترال بارت. اول واحد يسمونه اللاترال ثوراسيك ارتري، هذا هو يجيني من الاكزيلري، والثوراكو اكروميال ايضا راح يجيني من الاكزيلري. بعد عندي اللاترال ثوراسيك او الممري برانش فروم ذا بوستيريور انتركوستال ارتري، ان الضعف عندي هسه من هو posterior intercostal artery، راح تعطيني lateral or memory branch. هذه طبعا posterior intercostal artery تجيني من الأورطة. شو تسوي supplying هاي posterior intercostal artery؟ supply lateral aspect of the breast in second, third, fourth intercostal spaces. هذه المناطق اللي تغذيها posterior intercostal arteries اللي هي second, third and fourth intercostal spaces. البزل الرابع اللي غذي لي lateral part يسمونه thoracic or memory branch from anterior intercostal artery، هذا from anterior intercostal artery. إذا صار عندي 4 vessels باللترال بارت و 1 artery بالميديال بارت. الفينز هنا شنو؟ of the breast correspond with arteries، نفس الأسماء اللي خدمانا هنا راح تتحول من artery إلى vein، بس الدرينينج كله بالأخير وين راح يصير؟ draining into the axillary and internal thoracic veins. بالأخير تجمع هاي الأوردة تروح ميدل ولاترال، الميدل راح يصب بالإنترنال ثوراسيك فين، واللاترال راح يصب بالأكزيلاري فين. بالنسبة للنفاتيكس أوف ذا بريست، لنفاتيك أوف ذا بريست كلينيكالي امبورتنت، كل سيجنيفيكانت. ليش؟ يركزون دائما على اللنفاتيك مع البريست، حتى السيرجنز الجراحين والأطباء. لين يقول لك الميتاستاسيس مال البريست كانسر سيلز، الخلايا السرطانيه اللي تصير بالبريست كانسر، الورم السرطاني مال البريست، الخلايا تنتقل اكثر شيء عبر اللمفاتكس، فلهذا تكون كلينيكالي فيري امبورتنت. ميتاستاسيس يعني انتشار اوف بريست كانسر سيلز. وي هاف 3 لمف نودز فروم ذا بريست، عندنا ثلاث مجاميع من الخلايا او اللمفاوية او العقد اللمفاوية يسموها. المين وان يسموها axillary nodes، هذه تشكل 75% of the drainage of the lymph. تجي بالسكند اللي يسموها parasternal، من اسمها parasternal يعني مجاور الاسترنال، هاي يسوي drainage لللمف 20%. البوستيريور انتركوستال نودز دائما هاي تكون يعني موجوده بها variation يعني present or not، هاي 5% of the drainage of the lymph بالبريست. فعندي main one هي الاكزيلاري نودز اللي هي اللود عليها 75%. ايضا السكن مال البريست ايضا راح يصير بي درينج، also receive lymphatic drainage. شلون السكن هنا draining mat راح يكون بالاكزيلاري نودز نفس هذه، والانفيريور ديب سيرفايكل هاي موجودة هنا عندي بالنيك، والانفرا كلابيكولار نودز. انفرا كلابيكولار يعني جو الكلابيكال سايد، هذا الدرينج مال السكن. النيبل والاريولا هم بها درينج، درينز انتو سب اريولار، هذه وحدة من النودز lymphatic plexus subareolar. فصار عندي هسه بالنسبة للدرينج أكثر شيء على الأكزيلاري نود 75، هذه مهمة نجي ناخذها بالديتيلز. هنا الأكزيلاري نودز هنا متكونة من جروبس مجاميع، أول مجموعة يسموها اللاترال أو يسموها الهيومرال، لاترال أو هيومرال، هيومرال يعني من جهة الهيومرس، هذه الانتيريور او جهة البكتورال،
البوستيريور اللي تكون بالسابسكابيولار على جهة السكابيولا، السنترال اللي يصير بالنص، والأبيكال اللي هي الفوق كلش القمية. الأبيكال نودز are the final common pathway for all of the axillary lymph nodes. شوف اللم كله ينجمع من هاي المناطق، من هاي الجروبات كله، وين راح يصب بالأخير؟ يصب بالأبيكال جروب. بالنسبة للنير سبلاي مال البريست، البريست innervated by anterior and lateral cutaneous branch of the 4th to 6th intercostal nerve. هذا شوف من هنا anterior cutaneous branch، وهذا lateral cutaneous branch of the intercostal nerve اللي يمتد من الرابع الى السادس. هذا راح يكون supplying. Nerves don't control the secretion of nodule. هنا بالنسبة للإنرفيشن مال النيرف ما راح يتحكم بعملية إفراز الحليب، لا، إلها شغلات البريس حالة حال أي تشو، التاج والبرجر اللمس الكذا كلها راح يتحسس بهاي النيرفز. عملية السكريشن أو عملية إفراز الحليب سكريشن أوف شلون راح تتم؟ regulated by هرمون برولاكتين. إذن عملية إفراز الحليب هي عملية هرمونية، راح ينفرز عندي هرمون يسمونه برولاكتين، هرمون الحليب، معروف عندنا دائما من تسمع النسائية أو طبيبات النسائية يقول لك هرمون الحليب يسمونه برولاكتين. مين ينفرز هذا؟ ينفرز من البيتيتري جلاند، الانتيريور لوب اوف ذا بيتيتري جلاند، من الغدة النخامية اللي موجودة بالدماغ البرين، الفص الأمامي يفرز لهذا البرولاكتين هرمون الحليب اللي يحفز على السكريشن اوف ذا ميلك. خلص عندنا البريست، هسه راح ناخذ الثايموس جلاند، الغده الزعتريه. الثايموس جلاند كتعريف بسيط لها بينك لوبيوليتد لمفويد اورجان. اذا هي قبل كل شيء خلينا نعرف انه الثايموس جلاند هي عضو لمفاوي الى غرض او الى رول بالاميونيتي بالمناعة. lymphoid organ lobulated مفصص located in the thoracic cavity and neck، يتواجد عندنا بالنك و thoracic cavity شوية هنا وشوية هنا. in adolescent فترة المراهقة involved in development of immune system، فترة المراهقة راح يفيد من عملية تحفيز المناعة. after puberty بعد النضج هنا يقول لي decrease in size، راح يقل حجمه، and slowly replaced by fat. هي هاي الجلانز هي lymphoid tissue او lymphoid organ، يعني عضو لمفاوي. شوي شوي من ورا المراهقة شغله راح يقل، فراح يتعوض هذا الجلانز او الجلانجولار تشو باي فاتي تشو. بالنسبة للثايموس جلاند يقول لك مين اللي لوكيتد وذين سوبيريور ميدياستاينم، يحدد موقعها، موجودة بالسوبيريور ميدياست بوستيريور تو ذا مانيبريوم اوف ذا ستيرنم، صار خلف الجزء الاول من الستيرنم المانيبريوم. In some individuals هنا راح يصير عندي variation اختلافات، can extend superiorly into the neck. Sometimes the thymus extend superiorly توصل إلى النك، وحتى توصل إلى الثيرويد جلاند إلى الغدة الدرقية. Inferiorly مرات extend يصير بها extension توصل إلى الانتيريور ميديستاينم اللي هو يكون in front of the pericardium in front of the heart. هاي فاريشن اكو بيها. زين، نيجي على الانتوميكال ستراكشر والبوزيشن اوف ذا ثايموس جلاند. اسيمتريكال فلات شيب، شكل غير متناسق، شوفوا هنا الرايت والليفت لوب، وذ لوبولار ستراكشر مفصص. خلينا نجي نفرق اللوب عن اللوبيول. اللوب هو الفص،
اللوبيول هو الفصيص، شلون الشجرة والشجيرة نفس الشيء. فهو تو لوبز رايت وليفت، وكل لوب من عنده بلوبيول، يسمونه لوبيوليتس ستراكشر. اللوبيولز ار كومبرايزد اوف سيريز اوف فوليكلز. نفس هاي اللوبيولز الى مصطلح ثاني يسموه فوليكلز، حويصلات او شوف شنو الاسم الاقرب لها. اللوبيولز هي فوليكلز، حويصلات، which have medullary and cortical component. هنا انا هاي الثايموس لو اجي اضاوع عليه بالمايكروسكوب بالمجهر الالكتروني اشوف هاي الاجزاء، تشوفوها هاي اللوبيول او يسموها الفوليكلز. هذا اللوبيول من اضاوع عليه اشوف اكو بالسنتر مالته بالر اريا، منطقه فاتحه، هاي يسموها المدله، واكو منطقه على البريفري غامقه محوطته، هاي يسموها الكورتكس. شوفوا هنا نفس الشيء، هذا اللوبيول المنطقة بالنص هي المدلة، واللي بيرفري على الحافات يسموها الكورتكس. هذا كل لوبيول أو كل فوليكل. من نجي على الكورتيكال بورشن، هذا الجزء الكورتكس القشرة يعني يسموه، شنو مواصفاته؟ located peripherally، صاير على المحيط، within each follicle، بكل follicle صاير على المحيط. اوكي صحيح، هذا هو الكورتكس. largely composed of lymphocyte. هنا ايش يحويلي هذه الخلايا يسموها lymphocyte، خلايا مناعية، عدد هائل من الخلايا lymphocyte هو موجودة بالكورتكس. if you are supported epithelial reticular cells، اذا هنا بالثايموس عندي نوعين من الخلايا، خلايا يسموها لنفوسايت وخلايا يسموها ابيثيليال. بالنسبة للكورتكس، لنفوسايت راح تكون اكثر من الابيثيليال، خلينا نحفظها هيك. المدولاري بورشن، هذا الجزء اللي هو بالنص البالر وان اللي موجود بالسنتر، located centrally within each follicle، صحيح اوكي، contain a fewer lymphocytes than cortex when increasing number of epithelia. هنا نفس النوع مع الخلايا هم موجود عند lymphocytes و epithelial cells، لكن بالعكس هنا الابيثيليا راح تكون larger than lymphocytes. اذا شنو اللي صار عندي هسه، هذا الفوليكل او اللوبيول متكون من center اللي هو المدلة والبيرفري هو الكورتكس، اثنين هاتين بين لنفوسايت و ابيثيليال سيلز. الكورتكس بلنفوسايت مور ذان ابيثيليال، والمدلة بيها ابيثيليال مور ذان لنفوسايت. زين، لاكو مصطلح يسمونه الهاسل كاربسلز، حويصلات هاسل، او يسموها ثايم كاربسل، نفس الشيء جسيمات او حويصلات هاسل. هذه وين اشوفها؟ اشوفها بكل فوليكل موجودة هنا عندي. هسا عندي هذا هنا موجود، هذا موجود، هذا موجود، هذه كلها يسموها الهاسل كوربسل. مكبري هنا، طبعا هنا ثايم كوربسل هو نفسه هنا مكبري، هاي المنطقة الفاتحة المدلة وهاي الكورتكس، هذا كله عبارة عن لوبيول. هذني الجسيمات اللي يسمونها هاسل كوربسل، من يكبروها هنا راح تبين بهالشكل هذا بالمايكروسكوب. concentric arrangement، فتشي حلقي متجمع حلقات واحدة فوق الثانية، منين؟ من الابيثيليال سيل، هاي الابيثيليال او الريتيكولار سيل متجمع على شكل حلقات. هنا انا اقول لك الفانكشن انا كثير ما يعرفون ليش بدها تتجمع بهالشكل هاي الابيثيليال سيلز، بدها تسوي لي هذا الهاسل كوربسل. زين، البلس سبلاي مال الثايموس، عندنا بالنسبة للارتيريال سبلاي يقول لك سو ذا انتيريال انتركوستال ارتريز، اوكي، اند سمول برانش فروم انترنال ثوراسيك ارتري. اذا راح يكون عندي سبلاينج بالنسبة للبلس سبلاي مال الثايموس، عندي الانترنال ثوراسيك ارتري، وعندي ايضا راح يكون
من الانتيريور انتركوستال ارتري. انا مبين لك اياها هذه الانتيريور انتركوستال ارتري وهذا هو الانترنال ثوراسيك ارتري راح يسوي سبلاينج للثايموس. بالنسبه للفينوس بلاد الفينز ايضا راح يصير الدرج مالتها بالليفت بريكيوسيفاليك والانترنال ثوراسيك فين. انا محددها عندي الفينوس درينج راح تكون بالانترنال ثوراسيك او هو نفس الممري نفسه قلنا هذا عندي ليفت وهذا عندي رايت انترنال ممري وايضا راح يكون بالليفت سبكليفيان فين هذه الفينوس درينج اوف ذا ثايموس جلاند. موضوع اخر عندنا بالمحاضره اللي هو الاورتا الابهري الشريان الابهري او يسمونه الاورتا نفس الشيء. Largest artery in the body اكبر شريان موجود عندي هو الاورتا. 1 انج وايد تقريبا عرض 2.5 سنتي 1 انج. Receive cardiac output from the left ventricle and supplies body with oxygenated blood with oxygenated blood through systemic circulation. وظيفته هو راح ياخذ البلد من الهارت من القلب ويوزعه الى all over the body الى جميع انحاء الجسم. Divided into four sections متكون من اربع مقاطع. Ascending, arch, thoracic او يسموه descending والabdominal aorta. من يبدي يطلع من الهارت من هنا الجزء الصاعد يسمونه ascending. بعدين يصير بي ارشينج يتقوس يسمونه الارش اوف ذا ارت. بعدين ينزل يسمونه ديسيندينج او يسمونه ثوراسيك لانه يمشي بالثوراكس. من يعبر الثوراكس يعبر الحجاب الحاجز الدايفرام يصير ابدومينال ارت. اذا فور سكشنز اسيندينج ارش اوف ذا ارت ديسيندينج او ثوراسيك وابدومينال. زين ترمينيت ات ال4 من يوصل هنا الليفل مال اللمبر فيرتبرا نمبر 4 يقول لك بايفوركيت ينقسم الى قسمين اللي هي الرايت والليفت كامل اليك ارتريز كلاسيفايد از لارج الاستيك ارتري. هاي التقسيمات مال الهيستولوجي مال الانسجه لارج الاستيك لان الوول مالته بالاستيك فايبرز مور ذان الماسكولار. نجي على سكشن سكشن بالنسبة للأورتا. أول شيء نأخذ الأسندينج أورتا الصاعد. Arises from the aortic orifice from the left ventricle and ascends to become aortic arch. مين يطلع عندي؟ يطلع من the left ventricle. هذا the left ventricle. الأورتيك أور الفتحة الأورتيك أورفيس اللي مفتوحة على the left ventricle راح يطلع من عندها الأسندينج. 5 سنتيمتر لونج طوله 2 انجز اور 5 سنتيمتر ترافلز وذ بولمينري ترانك. هنا انا راح يطلع ويا البولمينري ترانك واثنيناتهم كفرد باي او سراوندد باي بيريكارديال شيث. بيريكارديال الغشاء اللي يحوط القلب ايضا راح يحوطهم الاسندينج والبولمينري ترانك. البرانشز left and right aortic sinuses. sinuses هذني قصد عليها الانتفاخات اللي موجودة ببداية الأورتة يسموها aortic sinuses. عندي ثلاثة بي sinuses. sinuses يعرفها dilations فد اتساعات in ascending aorta. هذه ascending aorta بدايتها هو على شكل انتفاخات sinuses. located at the level of the aortic valve. شوف هنا السينوسز من اقصها اباوع اشوف بنصها شنو هو الفالف. زين الاورتيك سينوسز جيف رايز ايش تعطيني؟ هاي السينوسز تعطيني شريان يعني هذا اذا اشوف هنا هذا وهذا هنا واضحه اكثر تعطيني ليفت اند رايت كوروناري ارتريز الشرايين التاجيه اللي يسوي سبلاينج للمايوكارديا متغذي عضلة القلب. الكوروناري ارتريز الشرايين التاجية. بالنسبة للارج التقوس مال الهارت او سوري مال الاورتيك ارتش
begins at level of second sternocostal joint. بداية الأورتيك آرش راح يكون at level of second sternocostal joint. It arches superiorly, posteriorly and to the left before moving inferiorly. يعني يوصف لك المسار مالت الارتش من الاسندنج راح يروح posteriorly, arch superiorly اول شيء صاعد بعدين posteriorly للخلف والليفت سايد يصير arch. Ends at level of T4 vertebra. راح ينتهي وين؟ راح ينتهي بالثوراسيك 4 T4. إذن هو بدأ بالسكند سكند سترنوكوستال جوينت وانتهى بالثوراسيك 4. The arch is still connected to pulmonary trunk by ligamentum arteriosum. هنا هذا الليجامنتم arteriosum هو ليجامنت موجود بالانترايوتراين لايف الحياة داخل الرحم من كان الطفل بيبي في داخل بطن أمه. السيركوليشن تختلف أما هي موجودة عندنا الأفتر بيرث من يولد الإنسان. الدورة الدموية ما تكون متشابهة مثل ما كان داخل بطن أمه. يعني واحدة من الاختلافات أنه الأورتا والبلمونية ترنك مربوطات فد آرتري. هذا الآرتري يسمونه ductus arteriosus. After birth من تتغير السيركوليشن يطلع الانسان الى الحياة هذا راح ينعدم راح ينسد فيصير على شكل ليجامنت يسمونه ليجامنتم arteriosum. اذا هو ليجامنتم arteriosum remnant of ductus arteriosus هو عبارة عن بقايا للقناة الشريانية اللي موجودة بين الاورتا والبلمونري ترانك. شنو البرانشز مال الاورتيك ارتش؟ شو الطيني؟ يقول لك from proximal to distal من اول ما يبدي لحد ما ينتهي. اول شيء راح يعطينا brachiocephalic trunk اللي هو بدوره راح يصير splitting الى right common carotid و right subclavian artery. هذا اول واحد. بعدين راح يعطيني left common carotid وبعدين راح يعطيني left subclavian. هذه هي يسموها البرانشز اوف ذا اورتيك ارتش. زين نجي على السكشن الثالث اللي هو يسموه ثوراسيك اورتا او ديسيندينج اورتا. هذا الجزء from level of T4 to T12 يحدد بدايته ونهايته من الفور ثوراسيك 4 الى T12. يقول لك initially begins بالبدايه شلون راح يبدي؟ يبدي to the left of the vertebral column. شوفوا نازلين vertebral column. هذا vertebral column بالنص عمود الفقري. يبدي على الجهة اليسرى مالته left of the vertebral column but approach midline as it descend. لكن أثناء مشي للأسفل شوي شوي راح يكون بالمنتصف بالmidline ويا vertebral column. Leaves the thorax through aortic hiatus. شلون راح يترك الثوراكس؟ يتركه عبر الدايفرام. فتحة موجودة هنا بالدايفرام اللي يسموها الأورتيك هياتس صايرة بالليفل T12. مجرد ما يعبر الدايفرام ينزل على الأبدومين يصير أبدومينال أورت. بالنسبة للبرانشز اوف ذا ثوراسيك أورت شنو هي البرانشز عندي؟ In descending order من فوق واحنا نازل. اول شيء البرونكيال ارتريز هذه هي من اسمها برونكيال ارتريز تكون paired مزدوجة right و left visceral. هسه هنا راح يمر علينا بالنسبة للمصطلحات مال البرانشز مال الثوراسيك اورتا يمر علينا مصطلح visceral و parietal. شنو معناها؟ بالنسبة للparietal كل شيء غذي تندن muscle bone يسموه parietal وكل شيء غذي لي organs موجود عندي او visera داخل الابدومن او داخل الثوراكس يسموه visceral. فهنا بالنسبة للبرونكيال arteries paired visceral laterally هذه بالنسبة لي راح تغذي طبعا عشان تغذي سوي سبلاينج للنجز فهي visceral.
in mediastinal arteries. Mediastinal arteries هذه supply lymph glands and loose areolar tissue in the posterior mediastina. من اسمها mediastina, موجودة بالmediastina, so supplying the lymph glands will lose areolar tissue اللي موجود بالposterior mediastina. Esophageal arteries هاي اللي خاصة بالأسوفيغاس unpaired. شوف هنا أنا مفردة هاي visceral, بما أنه يتغذي للأسوفيغاس إنه هي visceral anteriorly على مين قدام. إيش قال على البرونكيال laterally طالعة منا ومنا. البيركارديال arteries unpaired هذه أيضا مفردة anteriorly طالعة من قدام. Supply dorsal portion of the pericardium تخذ جزء سفلي من البيركارديوم مال الهارت مال القلب. Superior phrenic artery هذا يقول لك arteries paired parietal. شوفوا هنا أنا قال parietal الpaired هي عندي right و left اثنين و parietal يعني هنا أنا راح يسوي supplying the diaphragm اللي هو tendon. Intercostal subcostal arteries هذني عندي subcostal و intercostal ما موجودات هنا ما ننوح عليها بس السبكوستال هنا موجود هاي الانتركوستال. يقول لك paired posterior طالع من ورا بس right و left مزدوجة. 9 pairs of intercostal arteries 9 ازواج supply intercostal spaces with exception of the first and second. كل الـ spaces الـ intercostal spaces supplied by intercostal subcostal ما عدا الـ first و second intercostal space by what supply? Supply by a branch from subclavian artery. لازم نحفظها. نجي على الـ fourth section أو السكشن الأخير مع الـ aorta اللي هو الـ abdominal aorta beginning at level of T12 يبدي بالدايفرام من دي تحول الثوراسك او ديسندينج من يطب للدايفرام يصير ابدومينال في نقطة الفصل مالته هو الدايفرام اللي بيه الفتحة يسموها الاورتيك هي هيتاس اللي هي الليفل مالتها T12 فالابدومينال يبدي بالT12. 13 سنتيمتر لونج طولة 13 ends at level of L4 راح ينتهي بالليفل مال لمبر 4 شون راح ينتهي bifurcate راح ينشطر الى right and left common iliac artery. بالنسبة للbranches of the abdominal aorta شنية الفروعات او البرانشز مال الابدومينال. Inferior phrenic artery اول واحد inferior phrenic artery هنا مذكورة هنا inferior phrenic artery تذكرون بالثوراسك عندي superior phrenic صاير فوق الدايفرام هذا inferior phrenic صاير below the diaphragm. Paired parietal parietal يعني شو يسوي supplying the diaphragm posteriorly at level of T12 okay. Celiac artery this one unpaired مفرد visceral يغذي لي visceral أو organs anteriorly طالع من قدام at level of T12 يسمونه celiac trunk. البرانش الآخر superior mesenteric artery this one أيضا يكون unpaired و visceral و anteriorly just below celiac trunk أو celiac artery arises at the lower level of the L1. شوفوا جوا هذا بال T12 هذا L1 عندي بعد الميدل سوبرارينال ارتريز هذا الميدل سوبرارينال ارتريز اكثر من واحد اثنين بير فيزرال لان يغذيني الادرينال جلاند
propelled and your right to left posteriorly. شوف تاني عمل posterior aspect مال عوانته at level of the L1 يعني بمستوى السوبيريور مزيدرك to supply adrenal glands. انا بدي اغذي لي الادرينال جلانز. بعدنا بالبرانشز اوف ذا ابدومينال اورتا اند ذا رينال ارتريز. This one paired visceral يعني غذاني visceral يعني غذاني kidneys laterally منا ومنا at level between L1 and L2. يحدد هنا L1 L2 يسار عندي variation. يعني تلاحظون هنا اليفت يكون above the right one فصار بينات الرينج من L1 إلى L2 supply kidneys. Gonadal arteries أيضا عندي right to left. This one paired visceral laterally at level of the L2. Okay, هنا gonadal ما تجي اسمها هيج. إذا بالميل نسموها testicular artery وإذا بالفيميل نسمونها ovarian artery. بعد عندي inferior mesenteric artery. This one unpaired visceral anteriorly at a level of L3 supplies large intestine. هنا راح يغذي لي الامعاء الغليظة immune from splenic flexure to upper part of the rectum. هنا هاي الاجزاء مال اللارج انتستن بعدنا ما ماخذيها, ناخذها بصف ثاني من الابدومن. بس هنا راح اعطيكم هنت عليها. شوفوا هذا السيكم يسموه بداية الامعاء الغليظة, يصعد هذا يسمونه القولون الصاعد, هذا القولون المستعرض, هذا القولون النازل, وبعدين يجيني الريكتم قناة الشرجية. خوش, فهاي انعكاسات الزوايا تصير هنا يسموها فلكتشر. اللي بالرايت على جهة الكابل يسموها هيباتيك فلكتشر او يسموها رايت, واللي على جهة اليسار او قريبة على الطحال السبلين يسموها سبلينيك فلكتشر او ليفت فلكتشر. فشغلة الانفيريور ميزنتريك ارتري راح يسوي سبلاينج من السبلينيك فلكتشر وينزل الى الركتم, كل هذا راح يكون مسؤول عليها الانفيريور ميزنتريك ارتري. بعد شنو عندنا الميديان او يسمونه الميدل ساكرال ارتري, هذا الذيل اللي يسموه مال الاورتا الميدل او الميديان ساكرال ارتري. Unpaired مفرد برايتل, هسه راح نعرف ليش برايتل, يا اما يزود مصل او تندن او بون. يقول لك posterior لي طالع من البوستيريور at level of the L4 يعني بالليفل مال البايفوركيشن بمستوى الانقسام supply coccyx. شوف العصعص واللمبر فيرتبرا والساكرم, إذن يكون راح supply by middle sacral artery. إذن هو دي يزود بون. اللمبر arteries هذه اللمبر arteries اللي هي تقريبا عندها 4 pairs أربع أزواج of parietal posterior laterally تطلع من posterior lateral, وأيضا يقول لك parietal يعني أما تغذي مصل أو تغذي بون أو تغذي تندن between the levels of the L1 to L4. هاي الارايزنج مالتها يمتد من ال L1 الى ال L4. Supply what the abdominal wall بغذي جدار البطن وايضا ال spinal cord. زين نيجي على اخر موضوع اللي هو السوبرير فينا كافا الاجوف الوريد الاجوف العلوي. Large valveless vein vein ما بي valve conveys venous blood from the upper half of the body and returns it to the right atrium. راح يجمع البلد كله من الجزء العلوي من البدي ويرجع الى الرايت اتريوم الاذين الايمن مال الهارت. البوزيشن اوف ذا سوبيريور فينا كافا كلاسيفايد از لارج فين دايمتر اوف 2 سنتيمتر
and length of the 7 cm. عرض 2 cm وطوله 7 cm. Arises from the union of the left and right brachiocephalic vein. مين ناتج هذا السوبر الفينك؟ هذا اتحاد left and right brachiocephalic vein. يصير سوبر الفينك كامل. وين اتحاد راح يكون؟ بيا منطقة يقول لك posterior to the first right costal cartilage. هنا أنا behind خلف the first costal cartilage بالright side راح يكون اليونيان مال left والright brachiocephalic عمل يكون سبيرر فينك. Anatomical position of the superior vena cava. The vena descends vertically. راح ينزل بسرعة عمودية. Through superior mediastinum. Okay. Behind the intercostal spaces. To the right of the aorta and the trachea. The descending ما تنزل مع superior vena cava. تلاحظون هنا راح يكون من right side to the aorta والتراكيه. On right side. At level of the second costal cartilage, من يوصل لليفل مال second costal cartilage, enters the middle mediastinum. راح يعوف the superior mediastinum ويدخل إلى the middle mediastinum. إيش راح يكون هنا؟ Becomes surrounded by fibrous pericardium. راح يتحوط بالغشاء اللي يحوط القلب نفسه. Terminate by embedding into superior aspect of the right atrium. راح ينتهي بالright atrium superior aspect via level at level of the third costal cartilage. هذا الليفل هو يمثل نهاية السوبرير فينا كافا أو دخول السوبرير فينا كافا بالright atrium at level of third costal cartilage. التريبيوتري شنو الروافد مال السوبرير فينا كافا؟ ايش راح يجمع لي؟ هو يقول لك فورم باي يونيون هاي حكينا رايت وليفت بريكوسيفاليك فين ايضا تعتبر من الروافد اللي تكون هي رايت وليفت بريكوسيفاليك فين بروفايد بين صدر نيج اوف ذا هيد نيك والابر لمز هذين الاثنين المسؤولات عن درنج مال الهيد والنيك والابر لمز زين ات ليفل اوف ذا تي 4 من يوصل الى تي 4 السوبرير من الكابا ريسيف ازايجوز فين هنا نشوف راح يجي الازايجوز فين راح يستلم هذا شي يسوي الدرينينج الازايجوز الدرينز الابر لامبر ريجن والثوراسك وول شوف هاي منطقة الثوراكس واللامبر كلها عليه السوبرير من الكابا ريسيف تريبيوتريز فروم سيفرال ماينر فينز بالاضافة الى ذني الكبار left or right brachiocephalic والأزايغوس أيضا راح تيجي minor veins من mediastinal والأسوفاجيال والpericardial veins كلها تعتبر tributaries of the superior vena cava. Thank you very much.